بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذا بيان المسلك العملي الذي يسلكه أهل السنة والجماعة، كما أن فيه بيان لماذا سموا بهذا الاسم، ولماذا وصفوا بهذا الوصف. فالمسلك العملي لهم هو ما تضمنته هذه الأصول الثلاثة. فأهل السنة والجماعة في أصولهم وفروعهم يستندون إلى السنة والكتاب، إلى الكتاب والسنة والإجماع. يقول رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا، أي في خفي الأمر وسره، وظاهرا أي فيما تقع عليه أعين الناس، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع هديهم، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال، وهذا كالدليل لصحة هذا المسار وهذا المسلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا فيه الإشادة بسنته، وجوب لزومها، والإشادة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم خير صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ووصفهم بالرشد والهدى، والرشد ضد الغي، والهدى ضد الضلال. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الوقائع التي لم تكن سابقة في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كل بدعة ضلالة. وقد تقدم لنا هذا الحديث في ضمن الحديث الأربعين النووية، وهو من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة عن عرباض بن سارية رضي الله عنه: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق الكلام كلام الله، كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك فيما كان يخطب به، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قال رحمه الله: ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد. لهذا سموا أهل الكتاب والسنة، فهم ليس لهم كتاب يرجعون إليه ويأخذون عنه إلا
كتاب الله تعالى، وليس لهم هدي يعظمونه ويعتصمون به ويستمسكون به إلا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك سموا أهل الكتاب والسنة. أما تسميتهم بالجماعة، قال سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. إذن السبب الأول أنهم أهل اجتماع كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا يأتي هذا ولا حديث كثيرة، فإن من المعلوم من شريعة خير لنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة. فسموا بالجماعة لأنهم أهل اجتماع، وقد جاء في وصف الفرقة الناجية من حديث معاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة، هي الجماعة، في بيان الفرقة الناجية في حديث المتقدم في أول البحث في أول الكتاب. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين سواء كانوا يجتمعون على حق أو على باطل، لكن المقصود بالجماعة هم الجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه، كما تقدم ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وغيره في أول البحث. قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث. إذن سموا بالجماعة أيضا لأنهم يعتدون بالإجماع ويعتبرونه، خلافا لسائر الفرق الضالة فإنهم لا يعتبرون ولا يعتدون بالإجماع. وقد قال الله تعالى في بيان حجية الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا يدل على الاعتبار الإجماع والاعتداد به. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطلة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن الآن بيّن لنا كيف كانوا أهل السنة والجماعة: هم يعظمون الكتاب ويعظمون السنة ويعتدون بالإجماع، ثم يجعلون هذه المصادر الثلاثة حاكمة على كل شيء فيزنون بها كل ما يكون من الأقوال والأفعال والأعمال. ولذلك قال رحمه الله: يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. ثم عاد لبيان الإجماع الذي يعتبر ويعتد، لأن الإجماع أمره من حيث الاحتجاج به متفق عليه، لكن يبقى الخلاف في ما هو الإجماع الذي ينضبط ويعتبر. فقال رحمه الله في بيان الإجماع المعتبر: قال: هو ما كان عليه السلف الصالح. والسلف الصالح المقصود بهم هنا هم أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكرها مرتين: خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم الذين يعتبر إجماعهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، وهذا السبب في أن الإجماع بعد ذلك يعسر الوقوف عليه ويصعب التوصل إليه، لأن الأمة انتشرت ولأن الخلاف كثر. فلعل الإنسان يظن أن المسألة محل يظن أن المسألة محل إجماع وتكون على خلاف ذلك، وهذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا، لأنه إنما يحكي ما يظنه والخلاف ولم يستوعب ذلك بالمرور على العلماء والوقوف على أقوالهم وأرائهم. ثم قال رحمه الله في آخر فصول هذه الرسالة المباركة: نعم، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه،
وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقة يقول رحمه الله في هذا الفصل: هذا الفصل يمثل المسلك العملي لأهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف، والمعروف وكل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب. وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه ورسوله نهي تحريم أو كراهية على ما توجبه الشريعة. وهذه كلمة مهمة يجب الوقوف عندها، وهي ما يتميز بها السنة والجماعة عن غيرهم، أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليس وفق ما يرون أو ما يحبون أو ما يشتهون، بل هو أمر ونهي منبثق من النصوص من الشريعة التي تأمر بالمصلحة وتنهى عن المفسدة. ولذلك تفصيل قوله رحمه الله على ما توجبه الشريعة يحتاج إلى وقفات ومؤلفات، فإن بيان ما توجبه الشريعة في ما يتعلق بالأمر والنهي أمر يطول، لكن هناك قواعد وضوابط يحتاج الإنسان في إدراك ذلك. ومن أفضل ذلك ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحسبة، فإنه قد كتب فيه رحمه الله ما يفيد الناظر فيما يتعلق بالقواعد والضوابط التي يحتاجها أهل الاحتساب، أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المراد أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، هذا ليبين تميز طريقة للسنة والجماعة عن سائر الفرق كالخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يقولون بأن من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يجعلون الأمر المعروف والنهي عن المنكر سلما يصلون به إلى أنواع من الفساد بحصول الفرقة والاختلاف والشقاق، ما سلم الله منه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما أمر الله ورسوله، لا يتعدون في ذلك أمر الله وأمر رسوله، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا أو فجارا. وهذا جاء بذكره بعد بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ردا على من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة وطريق للخروج على ولاة أمور المسلمين ومنابذتهم. فقال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد، فلا يسوغ وقوع المنكر من الولاة أن يهجروا بترك ما يجب أن يعاونوا فيه وأن يعانوا، وهو ما يتعلق بإقامة العبادات، الحج والجهاد والجمع والأعياد، سواء كان الأمراء أبرارا متقين أو كانوا فجارا عاصين، فإنه يجب أن تقام هذه الأمور. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترجموا هذا المسلك ترجمة واضحة عملية، فكانوا رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج وخلف الأمراء الفجار الذين انتشر فسادهم وعم ضررهم، ولم يكونوا يتوقفون في ذلك، بل كانوا يشاركون الأمراء في الخير ويفارقونهم في معصية الله تعالى. وهذه هي طريقة خيار الأمة قديما وحديثا، وهي
واجبة على كل مسلم، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبتعطيل المفاسد وتقليلها. فهذا أمر ينبغي أن يدرك ويعلم ويعرف حتى يتميز طريق أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولا شك أن الواقع يشهد بأن الواقع على مر العصور، ليس في عصر من العصور فحسب، أن المنابذة والمفارقة لولاة الأمور لأجل المعاصي وما يقع من خطأ يترتب عليه من الشر والضرر أكبر من تلك المعصية التي حملت من يفارق ومن ينابذ على ما صدر منه من مسلك. فينبغي أن يعقل ويعلم ما عليه أهل السنة والجماعة وما تبين من مسلكهم رضي الله عنهم، فإنهم خير الناس للناس وأعظم الناس في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الاجتماع الذي هو من سمات هذه الأمة التي هي خير الأمم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بما يتميز بها للسنة والجماعة من المسالك والأعمال، قال: ويدينون بالنصيحة، يدينون أي يتعبدون الله جل وعلا بالنصيحة. النصيحة هنا هي الإرشاد إلى الخير والنهي عن الشر، فإن النصيحة تدور على هذين الأمرين: الدلالة على الخير والتحذير من الشر للأمة، أي لجميع الأمة، وهنا للأمة يشمل كل الأمة ليس فقط فئة منها أو فرقة، بل ينصحون حتى للمبتدعة، فإنهم ينصحون لهم لكفهم عن بدعهم وهدايتهم إلى ما فيه رشدهم وما فيه خيرهم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وهذا حق من كل مؤمن لكل مؤمن، ولو تفاوت إيمان كل واحد منهما، فما دام في دائرة الإيمان وفي جملة أهل الإسلام فإن له هذا الحق وعليه هذا الحق، له هذا الحق أن يشد ويعان، وعليه هذا الحق أن يجتمع ويشتد ويشد أزر إخوانه. قال: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلا شك أن البنيان قد يهي في جانب من الجوانب وقد يقوى في جانب من الجوانب، مثلا أن الجدار هذا فيه خرسانة وفيه بلوك، ليس كذلك؟ الجانب الذي فيه خرسانة أقوى من الجانب الذي فيه بلوك، لكن الجميع يحصل به قوة الجدار. فالمؤمن القوي يشد المؤمن الضعيف، كما أن المؤمن الضعيف يقوي المؤمن القوي. وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل، أن المؤمن للمؤمن هنا يشمل المؤمنين على اختلاف درجاتهم في تحقيق الإيمان. ما دام وصف الإيمان قائما فيهم فإنه ينبغي أن يكونوا على هذه الصفة. قال: وشبك بين أصابعه، لدليل التداخل وشدة الارتباط والاجتماع. وهذا المعنى إذا حققه المسلم مع إخوانه وانتشر بين المسلمين كان في ذلك من الخير وتحصيل المصالح الشرعية باجتماع الأمة وائتلافها ما هو ظاهر. وقوله نعم، ويعتقدون معنى قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الحديث الصحيحين من حديث زكريا بن أبي زائدة خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من الارتباط والتواد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤمنين في هذا الحديث كالنفس الواحدة، جعل المؤمنين في هذا الحديث كالنفس الواحدة فيما يجري عليه من الأمور، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وقوله توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ليست مترادفات، التواد هو من الودة والمحبة، والتراحم هو إيصال كل خير وإحسان، والتعاطف هو الاجتماع الذي يرافقه حلو ولين، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
أي لم يكن الضار متعلقا بالموضع الذي أصابه الألم، بل ينتشر ذلك إلى سائر الجسد. وقد قال الله تعالى في حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا معنى ما ذكرنا من أن هذا الحديث وآيات كثيرة ونصوص عديدة في الكتاب والسنة تجعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من المسار وفيما يجري عليها من النوازل. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر حبس النفس عن الضجر والتسخط والقيام بما يجب من حقوق الله تعالى. عند البلاء أي عند المكروهات، والشكر عند الرخاء وهو السعة، والرضا بمر القضاء، الرضا التسليم والانقياد والطمأنينة. فالرضا أمر زائد على الصبر وهو انشراح الصدر وقبوله، أما الصبر ففيه مرارة ومجاهدة، فهذا الفرق بين الصبر والرضا. وقول مر القضاء أي ما يكون من الأقضية منافرا لطبيعة الإنسان. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أين نحن من هذا؟ يدعون إلى مكارم الأخلاق أي فضائلها، ومحاسن الأعمال أي حسنها. يعتقدون معنى قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قد جاء هذا الحديث من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وجاء عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أيضا معنى. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعت. هذا تفصيل لحسن الخلق، يندبون إلى أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمك، وتأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها أي رديئها. هذا كله تفصيل لمعنى حسن الخلق الذي يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم، ويجب أن يكونوا عليه. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا، يعني ما يتعلق بمحاسن الأخلاق وسائر ما تقدم من المذكورات وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وهذا معنى أنهم أهل الكتاب والسنة، أهل السنة. قال رحمه الله بعد هذا في آخر ما ذكر في هذه الرسالة المباركة وطريقتهم: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. يقول مؤلف رحمه الله في آخر هذه الرسالة المباركة: وطريقتهم أي طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام. ليس لهم طريقة غير هذه الطريقة، ولذلك بيّن أن طريقهم هو طريق الإسلام. لكن لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ يقول رحمه الله: إذا كان طريقهم طريق أهل الإسلام، لماذا لم يكتفوا بهذا الاسم؟ يعني هذا كالسؤال والجواب. طيب إذا كانوا هم فيما يأتون وما يذرون
على الكتاب والسنة. فلماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ قال رحمه الله: طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن هم اختصوا بهذا الوصف حتى يتميزوا عن بقية فرق الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق إليه. وهذا الحديث، حديث افتراق الأمة، حديث مشهور في السنن والصحاح والمسانيد، لا ينفع أن ينكره منكر ويقول هذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن حزم أو ضعفه فلان، حتى يسوغ لنفسه ما يدعو إليه من التقارب الذي هو في الحقيقة تنافر. لا يمكن أن تقرب بين شخص يقول اللهم لعن أبا بكر وشخص يقول اللهم ارضى عن أبي بكر، كيف تقرب بين هؤلاء؟ فمن يدعو إلى التقريب بين المذاهب المتفرقة تفرقا لا يمكن اجتماعه، هذا يسلك مسلكا لا يمكن أن يدرك مقصوده إلا بتضييع ما يجب اعتقاده وحفظه من الأصول. فهذا الحديث ثابت وصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم كلها جاء من طرق عديدة، جاء عن أبي هريرة وعن عوف بن عمرو وعن عمرو وعن معاوية وعن أنس وعن عبد الله بن عمرو وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث من حيث الثبوت حديث ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. يبقى إشكال وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هذا هو الذي جعل جماعة من العلماء أو بعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث ضعيف. كيف تقول تكون كلها في النار وهي من فرق الأمة؟ الجواب على هذا أن قوله كلها في النار، هذه النار ليست نار الخلود، ليست نار الخلود، هذه نار العصاة، كما ذكر الله تعالى عن العاصين في مواضع عديدة أنهم في النار، فكذلك هذه مصامع عاصي اعتقادية. فهذه النار ليست نار الخلود التي توجب البقاء في النار وعدم الخروج منها، إنما هي نار المعصية على المخالفة الاعتقادية. فالله جل وعلا يعاقب العباد على المخالفات العملية وعلى المخالفات الاعتقادية. وإذا أيقنا هذا واعتقدناه وفهمنا، سلمنا من إشكال كيف تكون هذه الفرق في النار وهي من الأمة. فالجواب على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، النار هنا هي نار الوعيد التي إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب أصحابها وإن شاء لم يعذب أصحابها، لأن من جملة ما يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن ما يدخل في هذه الآية المخالفات البدعية. فلا يشكل على هذا ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا إخواني الذي لا يفهم يرد، ومن عدا شيئا ومن جهل شيئا عداه. فالذي لا يدرك مثل هذه المعاني في كلام الله وكلام رسوله تجده يتسلط على هذه النصوص إما بالتأويل والتحريف وإما بالرد والإبطال وإما بالتكذيب، ولكن إذا أمعن النظر وتأمل وجمع النصوص ونظر إلى معانيها فتح الله عليه وأدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه، أو قول الله تعالى فيما أشكل عليه. يقول: وهي الجماعة. وفي الحديث عن أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا جاء به الخبر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، إلا أن إسناده ضعيف في الأفريقي وهو متفق على ضعفه، لكن جاء عن أنس عند الطبراني بإسناد لا بأس به ما يقوي هذه الزيادة. وعلى كل حال هذه الزيادة تشهد لها سائر النصوص حتى ولو كانت ضعيفة من حيث السند الذي جاءت به. قال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، يعني الخالص عن الاختلاط والأوضار واللوثات، هم أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم، أي في أهل السنة والجماعة، الصديقون والشهداء والصالحون. ليسوا هم فقط فئة ممن يشتغل بنوع من العلم كما يقوله بعض الناس، إنما هم فئة منتشرة في طوائف الأمة وفي طبقات الأمة وأعبادها. فمنهم الصديق، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون،
منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، والأبدال جمع بدل، والمراد بالأبدال هنا هم من يقوموا بنصر الدين الذي تحتاجه الأمة في كل قرن من القرون، فهم من ينصر الدين وينفي عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وما إلى ذلك مما يتسلط به أهل الضلال على هذا الدين. هذا معنى الأبدال. وقد جاء فيه حديث وذكره بعض السلف، لكن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. فالحال ثبوت الأبدال على القول بثبوت هذا الحديث أو الوارد في كلام العلماء، فالمقصود بالأبدال هم من ينصرون الدين ويخلف بعضهم بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بعض الخطباء قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، هذا الخطبة في أحد المساجد قال هذا، لكن هذا غلط. ها؟ لا هذا جهل، ما لا جهل، ما هو تصحيف ولا شيء، لكنه ما يعرف يقرأ ولا يعني ولا فهم ما يقرأ، لكن هم عدوله يعني أمثل من فيه. هذا هذه قصة حضرها الشيخ عبد الله البسامرة في مسجد في أحد البلدات، وخطب الخطيب هذا وعقب الصلاة قال له يعني لو أنك ما قرأت الحديث صواب، فأخبر الشيخ محمد بهذا، قال واسكت يا شيخ، قال لي قال لو أنا منك تنزلته. طيب، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة. هذا يبين لنا أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لا فرق بينهما، لأن نجاءها ثوابها في الآخرة ونصرتها ثوابها في الدنيا والآخرة. قال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا الحديث جاء من طرق عديدة، جاء عن جابر وعن ثوبان وعن معاوية، وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وظهورهم ظهورهم بالحجة والبرهان، وظهورهم أيضا بالسيف والسنان. ثم بعد أن ذكر ذلك قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وصحبه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. أحسن المؤلف رحمه الله بإنهاء هذه الرسالة بهذا الحديث، فهذا الحديث بشارة أو بشارة لمن اعتقد الحق وعمل به أنه ظاهر. فالمؤلف يبشر بأن هذه العقائد مهما تسلط عليها المتسلطون وحاول المحرفون أن يخفوها، فهي مما أذن الله تعالى بحفظه وإظهاره على من خالفه، لأن هذا الطريق هو طريق أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينظمنا في سلك هؤلاء الأبرار، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستقر رحمته. وهذا آخر ما قصدناه من شرح هذه الرسالة المباركة على وجه الاختصار، وأوصي إخواني بمراجعتها وحفظها ومراجعة ما تقدم من علوم فيها ومراجعة الشروح وتكرار دراستها، فإنها من الأصول التي يبنى عليها غيرها. وبهذا تكون قد انتهت هذه الدورة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع عليها، فإننا جميعا مشتركون في إنجاحها والوصول إلى هذه الغاية.